عايز اعرف من حضرتك ازاي استعديتوا لتقديم القانون ده اهم متطلبات المسنين هل اتكلمتوا مع الناس هل سمعتوا من الناس محتاجه ايه الرعايه داخل الدور ويمكن كتير مننا بنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي وبنشوف بعنينا انه بيكون في نوع من انواع الاهمال للمسنين ومش واخدين حقهم في مساله الرعايه في ضمان معاشات تكفل لهم حياه كريمه ازاي استعديتوا لتقديم مثل هذا القانون احنا يعني معتمدين دايما على الدستور المصري زي ما ادى حق للمراه المصريه من خلال الماده 11 وشفنا تمكين حقيقي للمراه في جم... في مختلف الاسواق ال... كمجلس النواب في المناصب التنفيذيه في الدوله شفنا كمان الماده 80 بتتكلم عن حقوق الطفل تكلمنا عن ماده 81 في ذوي الاعاقه واشتغلنا على قانون مهم جدا اللي هو قانون 10 لسنه 2019 وشفنا قد ايه ان القانون ده فاد فئه كبيره جدا من ذوي الاعاقه وما زالت لسه هناك مشاكل بس بنحل في مشاكل ذوي الاعاقه شفنا تمكين الشباب من خلال ماده 82 والدوله مكنت الشباب سواء برضو في المناصب التنفيذيه في الدوله او في المناصب التشريعيه في مادة مهمة اللي هي مادة 83 وبرضو القيادة السياسية مهتمة جدا والحكومة ان يبقى في حاجة اسمها حقوق للمسنين بمعنى ايه؟ احنا لما ابتدينا نشوف في دور الانعقاد الاول تقدم النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنه التضامن الاجتماعي بمشروع قانون اسمه قانون حقوق المسنين <applause> وابتدينا ندرسه في دور الانعقاد الأول بالكامل والحكومة تقدمت بمشروع القانون فحق لي مجلس النواب اللي هي تلتزم بمشروع الحكومة وشفنا برضه مزايا ضافوها وهنتكلم فيها بالتفاصيل وأكثر ميزة اللي هو صندوق حقوق المسنين وابتدينا نشوف إن بعد الدراسة اللي عملناها راح لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ عمل اضافات كتيره جدا في القانون فاللي احنا بنحكي ده ان كل اضافه فيها ميزه وكل ميزه هتفيد كل حد من الساده كبار السن واللي اكتر من ده كمان بحكي لحضراتكم ان احنا عملنا جلسات حوار مجتمعي جينا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزميلي كوكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ النائب محمد فريد وبعض من السادة النواب قعدنا نشوف ما وصل إليه مجلس الشيوخ من بعض المزايا في القانون واللي تم موافقته في الجلسة العامة في مجلس الشيوخ يعني رجعني. حضرتك بتقصد ان انتوا بتناقشوا بنود القانون مع الناس بتسالهم انتوا دي بقى اللي هي جلسات آه. الحوار المجتمعي اللي تنسقيت شباب الاحزاب والسياسيين عملتها خلال الفتره اللي فاتت بقى في قانون نزلنا رحنا الانديه رحنا للاهاوي الشعبيه عشان نبتدي نسال الناس هل فعلا القانون ده هيفيد حضرتك ولا طب م. انت عايز ايه زياده عن القانون اكتر حاجه الناس كانت بتسال عليها واي مشاهد دلوقتي هيقول لنا فعلا احنا ده اللي محتاجينه فكره ان الاهتمام بالصحه العامه ان انا لما اوفر صحه جيده للساده كبار السن من خلال تامين صحي شامل هو دي المطلب الرئيسي للساده كبار المسنين كان أكثر الحاجات ودي احنا شغالين عليها في القانون